حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام في حلقة متجددة من برنامجكم عدسة إثراء، ومن خلال هذه العدسة نتجول دائما في داخل أنحاء دولة الكويت لتغطية جميع الأنشطة والفعاليات والمسابقات الدينية والتربوية والاجتماعية وأيضا الثقافية. فحياكم الله ويانا في حلقة اليوم، وأهلا وسهلا فيكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر أن القرآن يشفع لصاحبه، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. وطبعا عندما الإنسان يداوم على تلاوة القرآن ومراجعة كتاب الله، يكون هذا القرآن يوم القيامة هو من يحاج ويدافع عنه، بل هو من يكون سبب من بعد الله تبارك وتعالى بالشفاعة، يشفع لصاحبه الذي كان دائما مع هذا الكتاب المبارك. القرآن الكريم هو حياة القلوب، القرآن الكريم هو الشفاء، هو النور، هو الهدى، هو الرحمة، جاء في أوصاف كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث كما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أي الذي يتعلم القرآن ويعلم القرآن هو من خير الناس بوصف النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك القرآن الكريم كما أخبر به الرفعة وبه المكانة في الدنيا قبل الآخرة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. وهذا الأمر سبحان الله ملموس في الدنيا، تجد أهل القرآن وحفظة القرآن والذين ينشغلون في هذا الكتاب المبارك تجد لهم الرفعة والمكانة، بل تجد هذه الفئة تكرم من رئيس الدولة، يقوم بتكريم هذه الفئة ويشرف على تكريم هذه الفئة. وطبعا أهل القرآن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل الله وخاصته. والقرآن الكريم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ما لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وطبعا الإنسان يستطيع أن يكثر من تلاوة كتاب الله، فهو طبعا هو التجارة الرابحة مع الله، خصوصا في هذه الأيام يستطيع الإنسان الأمور وبفضل الله سهلة، في حتى ينزل تطبيق القرآن في الهاتف ويختم ختمات كثيرة. ممكن الإنسان يختم في الشهر مرة، وممكن يختم في الشهر مرتين وثلاث، يجتهد، خصوصا أغلب الناس الموبايل أو الجوال بيده، وهذه التطبيقات يسيرة وبحمد الله، فيعني يكون دائما منشغل في كتاب الله حتى يأخذ الفضل. وكذلك كما بيّن في هذا الحديث: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، أي الملائكة، والذي يقرأ القرآن، وهذه بشارة، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران بوصف النبي عليه الصلاة والسلام: أجر التلاوة وكذلك أجر التعتعة والمشقة. وكذلك هذا الحديث العظيم الذي بيّن عليه الصلاة والسلام
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس فيه في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب والعياذ بالله. فليحذر الإنسان أن لا يكون في يعني جوفه شيء من كتاب الله ويتعاهد هذا القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما يعني في سيرته في رمضان كان يدارس القرآن مع جبريل عليه الصلاة والسلام، وكانوا الصحابة يعني منهم من كان يختم في 3 أيام، ومنهم من كان يختم ويتلو هذا الكتاب المبارك 7 أيام، وطبعا قصص كثيرة من طبعا الصحابة وكذلك يعني من السلف الصالح اهتمامهم في هذا الكتاب المبارك. فالإنسان يحاول يعني يكون له مثلا وقت يعني يتلو هذا القرآن في بيته وكذلك مع أهله ومع أبنائه، ويشرك طبعا خاصة الآن يعني والأمور بفضل الله حلقات التحفيظ متواجدة في الكويت ودور القرآن ولله الحمد والمنة. حتى الإنسان يعني عرف أحد الأخوة سوى طبعا 3 حلقات طبعا في الأزمة اللي فاتت، 3 حلقات طبعا تحفيظ القرآن عن طريق الأونلاين الموبايل، يعني سبحان الله تقريبا شاركوا في هذه الحلقات تقريبا أكثر من 50 طالب، وتم تكريمهم كذلك هذه الفئة. والمشايخ كل واحد بمنطقة، يعني ليسوا في نفس المنطقة، كل شيخ في منطقة، فالأمور سهلة. يعني الإنسان ما له حجة، يعني حتى أنت تستطيع يعني تشارك وتحفظ القرآن يعني عن طريق الحلقات الأونلاين وأنت في منزلك وأنت في بيتك، حتى يعني تكون في راحة كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأفضل ما يريح هذا القلب ويشرح هذا الصدر هو كلام الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله العظيم أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا ولا يجعله حجة علينا، وأن يجعل القرآن شافعا لنا. طبعا الذي يحفظ القرآن له درجة عالية عند الله سبحانه وتعالى، يعني كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن، احنا بينا هذا الحديث، وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. وكذلك يوم القيامة يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وطبعا فضل القرآن عظيم، الإنسان يعني خصوصا حفظ كتاب الله، يعني القرآن ميسر، يعني يستطيع أن يحفظ الصغير والكبير والمرأة ويعني البنت، يعني الأمور الحمد لله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولكن يعني الإنسان يبدأ ويعني يبدأ ويرتب طبعا جدوله طبعا، ويستطيع إن شاء الله خلال سنتين يعني كثير من يعني الحفظة بدأوا، والحمد لله حفظوا في منهم في سن يعني كبير، يعني معروفين من القراء المشهورين خصوصا. يعني الإنسان يجتهد في حفظ كتاب الله، وهو أفضل كلام يعني كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا القرآن الكريم، حافظ القرآن يشفع لوالديه يوم القيامة، ويلبسهم حلة الكرامة وتاج الكرامة يوم القيامة. وطبعا حافظ القرآن يشفع لوالديه وله منزلة عند الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي: إن لله أهلين. وطبعا هم طبعا حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحرص حتى لو لم يستطع يحفظ القرآن كامل، يستطيع أن يحفظ مثلا 10 أجزاء، 15 جزء، 10 أجزاء، 5 أجزاء، يعني كما بينا أن ما يكون كالبيت الخرب، يعني يدارس مثلا يبدأ بجزء عما، جزء تبارك، قد سمع الذاريات، يبدأ في آخر 5 أجزاء، يحاول يعني يراجع هذه الأجزاء حتى تكون لا يعني مداومة في تلاوته، ولا يكون انقطاع بينه وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا الدولة جزاها الله خير الجزاء موفرة مراكز كثيرة، يعني مثل مراكز دور القرآن الكريم، وهذه الدور طبعا دور القرآن الكريم بالمجان، الإنسان يستطيع الموظف أو مثلا المتقاعد يدخل فيها، مو بس يعني كتاب الله، يدرس فيها الفقه والحديث والسيرة والنحو وعلوم كثيرة، ولكن هو طبعا يركزون على الحفظ، يعني يتخرج من هذه الدار المباركة ما يقل عن 8 أجزاء يكون حافظها، وإذا كم يعني يريد أن يكمل
يستطيع أن يكمل طبعا في يعني شعبة الدعوة وشعبة القرآن الكريم، وهي الحمد لله موجودة في جميع محافظات الكويت، وكذلك عندك مركز الشاطبية ومراكز كثيرة لتحفيظ القرآن في جميع أنحاء دولة الكويت، وهي بالمجان، مجرد الإنسان يأخذ أهله ويأخذ أبنائه ويضعهم في هذا المكان طبعا المبارك، وبإذن الله سوف يجد ثمرة هذا يعني هذا الحفظ وهذا التعليم لأبنائه بإذن الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، لكم مني أجمل تحية ومع السلامة.